وفاة السلطان عثمان بن يعقوب المريني من ملوك الدولة المرينية بالمغرب. تولى الحكم بعد وفاة ابن أخيه سليمان بن عبد الله وانتقل إلى فاس. أمر بإنشاء الأساطيل لجهاد الإفرنج. توجه إلى تلمسان لإخضاع بني عبد الواد وغيرهم، فدخلها واستقر بتازة. قام ابنه وولي عهده بالتمرد عليه وأعلن خلعه، فقاتله السلطان عثمان بين تازة وفاس واستعاد عرشه. بنى في فاس مدرسة عظيمة سميت مدرسة العطارين. مرض في رحلة إلى تازة فتوفي في طريق عودته إلى فاس.